السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبي أفضل تاني إعدادي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا كلكم بخير ان شاء الله. النهاردة هنحل مع بعض اسئلة درس خلافة عمر ابن الخطاب. وقبل ما نبتدي نعمل لايك للفيديو، شير والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس لكل عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله. نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال رقم واحد، اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. أصلا عمر ابن الخطاب أثناء مرحلة إيه؟ أثناء مرحلة الجهر بالدعوة دون مواجهة. الجهر بالدعوة دون مواجهة من جهود الخليفة عمر ابن الخطاب لتنظيم الدولة الإسلامية كان إيه حبيبي؟ إنشاء الدواوين. تم إنشاء مدن جديدة أثناء خلافة عمر ابن الخطاب، منها مدينة الكوفة. أنشأ عمر ابن الخطاب المدن الجديدة لتكون تجمعا للمسلمين والجيوش. في ضوء العبارة نستنتج أن مدينة الفسطاط كانت مكان لتجمع الجنود الذين كانوا يحاربون ضد مين؟ أبطال كانوا يحاربون ضد الروم. غادر قيصر الروم نقط بعد هزيمته في موقعة اليرموك، غادر بلاد الشام. تم تغيير القيادة العامة للجيوش الإسلامية بالشام بعد معركة إيه؟ بعد معركة اليرموك. أي من المدن التالية تسلمها الخليفة عمر ابن الخطاب بعد فتحها؟ هي مدينة القدس. المدينة التي فتحها وتسلمها أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب وأعطى لأهلها الأمان كانت مهمة فتحها موكلة إلى مين؟ إلى عمرو بن العاص. انشغال جيوش المسلمين بمطاردة جيوش الفرس والروم كان سببا في تردد الخليفة عمر ابن الخطاب في فتح إيه؟ كان متردد في فتح مصر. كان غرض عمرو بن العاص من فتح مصر إيه؟ تأمين الفتوحات. أولى المعارك الإسلامية في مصر كانت إيه؟ كانت في الفرمة. أول ما فتحه المسلمون في مصر كانت مدينة العريش. انتظر الجيش الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص الإمدادات من الخليفة عمر بن الخطاب بعد فتح مدينة إيه؟ بعد فتح مدينة بلبيس. أصبحت مصر ولاية إسلامية عام 641 ميلادي بعد جلاء الرومان عن مدينة إيه؟ عن مدينة الأسكندرية. قتل القائد الفارسي رستم في معركة القادسية. تم فتح المدائن في عهد الخليفة عمر بن الخطاب على يد القائد مين؟ سعد بن أبي وقاص. تم فتح عاصمة دولة الفرس بعد معركة القادسية. انتهت دولة الفرس عام 21 هجري بعد انتصار المسلمين في معركة نهاوند. سؤال رقم 2، أكمل العبارات الآتية بالكلمات المناسبة. أنشأ الخليفة عمر ابن الخطاب عدة دواوين، منها بيت المال والجند، كما أنشأ نظام الحسب. نظام الحسب. اهتم عمر ابن الخطاب بإنشاء مدن جديدة مثل الكوفة والبصرة بالعراق. مثل الكوفة والبصرة بالعراق وإيه في مصر؟ والفسطاط في مصر. قتل الخليفة عمر ابن الخطاب وهو يصلي الفجر على يد مين؟ على يد أبو لؤلؤة المجوسي. على يد أبو لؤلؤة المجوسي. رقم 3، أكمل الجدول الآتي. كاتب اسم المدينة. وأعلن عمر ابن الخطاب أمام قريش أنه مهاجر إليها، كانت إيه؟ مدينة يثرب. مدينة ايه تسلمها عمر ابن الخطاب عام 15 هجري؟ كانت بيت المقدس. 15 هجري يبقى بيت المقدس. مدينة
ايه كانت عاصمة مصر اثناء الحكم الروماني وفتحها عمرو ابن العاص؟ كانت مدينة الاسكندرية. مدينة عاصمة الفرس التي دخلها المسلمين هي مدينة المدائن. اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. ذهب عمر ابن الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم وأعلن إسلامه. الإجابة صحيحة. اتصف الخليفة عمر ابن الخطاب بالعديد من الصفات الحسنة منها الرحمة والعدل. الإجابة صحيحة. أجمع الصحابة على اختيار عمر ابن الخطاب خليفة للمسلمين بعد وفاة أبي بكر الصديق. الإجابة صحيحة. من الدواوين التي أنشأها عمر ابن الخطاب ديوان الجند وبيت المال. الإجابة صحيحة. اتخذ عمر ابن الخطاب من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بداية التقويم الهجري. الإجابة هنا خطأ. تصحيحها ايه يا حبيبي؟ اتخذ عمر ابن الخطاب من هجرة الرسول، هقول كده، اتخذ من هجرة الرسول بداية التقويم الهجري. من المدن التي أمر بإنشائها الخليفة عمر ابن الخطاب الأسكندرية والمدائن. الإجابة خطأ. هقول من المدن التي أمر بإنشائها الخليفة عمر ابن الخطاب هي الفسطاط والكوفة. الفسطاط والكوفة، يبقى الإجابة خطأ. تصحيحها أمر بإنشاء مدينة الفسطاط والكوفة. رقم 7. العراق من البلاد التي حظيت بإنشاء المدن الإسلامية في عهد عمر ابن الخطاب. الإجابة صحيحة. كانت فتوحات المسلمين في عهد عمر ابن الخطاب استكمالا لفتوحات أبي بكر الصديق. الإجابة صحيحة. تم فتح مصر في عهد الخليفة عمر ابن الخطاب عام 641 ميلادي. الإجابة صحيحة. انتصر الفرس على المسلمين في معركة القادسية عام 15 هجري. الإجابة خطأ. ما نتلخبطش يا حبيبي ونقرأ كل كلمة. تصحيح العبارة هيبقى إيه؟ انتصر المسلمون على الفرس، هو هنا عكسها لنا، يبقى هقول انتصر المسلمون على مين؟ على الفرس. واجه القائد خالد ابن الوليد كل من الفرس والروم. الإجابة صحيحة. اكتب مدلول كل عبارة من ما يأتي. حصن في مصر فتحه عمرو بن العاص بعد معارك عنيفة مع الروم، هو ايه حبيبي؟ حصن بابليون. حصن ايه؟ بابليون. معركة حربية انتهت بانتصار المسلمين وتعرف بفتح الفتوح، هي معركة ايه؟ معركة نهاوند. السؤال بعد كده، من هو ثاني الخلفاء الراشدين ولقب به الفاروق؟ عمر ابن الخطاب. أنشأ نظام الحسبة؟ عمر ابن الخطاب. قائد المسلمين الذي حقق نصرا على الروم في معركة اليرموك، في معركة اليرموك مين يا حبيبي؟ خالد ابن الوليد. قائد المسلمين الذي فتح مصر وآمن الأقباط على أنفسهم هو مين يا حبيبي؟ عمرو ابن العاص. عمرو ابن العاص. قائد المسلمين الذي حقق نصرا على الفرس في معركة نهاوند هو مين؟ النعمان ابن المقرن. يبقى مين؟ النعمان. اكتبها لكم هنا عشان المكان. النعمان ابن مقرن. رقم 6. قتل الخليفة عمر ابن الخطاب وهو يصلي الفجر أبو لؤلؤة المجوسي. السؤال بعد كده، بما تفسر اهتمام الخليفة عمر ابن الخطاب بإنشاء المدن؟ ليه حبيبي؟ لكي تكون مكانا يجمع المسلمين وجيوشهم. لكي تكون مكانا يجمع المسلمين وجيوشهم. بما تفسر رغبة عمرو بن العاص في فتح مصر؟ لأنه أدرك أن فتحها كان
كان قوة للمسلمين وعونا لهم وتأمينا لفتوحات الشام. ليه؟ لأن أدرك أن فتحها كان قوة للمسلمين وعونا لهم وتأمينا لفتوحات الشام، بما تفسر تردد الخليفة عمر ابن الخطاب في فتح مصر في أول الأمر بسبب انشغال جيوش المسلمين بمطاردة جيوش الفرس والروم، ولكنه بعد ذلك وافق على فتح مصر. بما تفسر أهمية معركة نهاوند؟ أقول إيه حبيبي؟ لأنها انتهت بانتصار المسلمين وهزيمة الفرس وانتهاء دولة الفرس. تاني حبيبي هقول إيه؟ لأنها انتهت بانتصار المسلمين وهزيمة الفرس وانتهاء دولة الفرس. ما النتائج التي ترتبت على انتصار المسلمين في معركة اليرموك عام 13 هجري؟ ترتب على ذلك انتصار المسلمين على الروم ومغادرة قيصر الروم بلاد الشام. ما النتائج التي ترتبت على فتح المسلمين لمصر عام 21 هجري؟ ترتب على ذلك جلاء القوات الرومانية من الأسكندرية عام 21 هجري 641 ميلادي، وبذلك أصبحت مصر ولاية إسلامية. تاني هقول جلاء القوات الرومانية يعني مغادرة القوات الرومانية الأسكندرية عام 21 هجري و641 ميلادي، وبذلك أصبحت مصر ولاية إسلامية. ما النتائج التي ترتبت على معركة القادسية عام 15 هجري؟ ترتب على ذلك انتصار المسلمين وهزيمة الفرس، قتل رستم قائد الفرس، ثلاثة دخول المسلمين مدينة المدائن عاصمة الفرس. السؤال بعد كده، ما رأيك فيه؟ موقف عمر ابن الخطاب من أهل بيت المقدس بعد فتحها عام 15 هجري. مكتوب هنا إيه؟ ما رأيك؟ يعني هقول أوافق على ذلك أو لا أوافق، أو ممكن أقول أؤيد أو لا أؤيد، وأدعم رأيي بجزء من الدرس اللي احنا خدناه. طبعا هقول أوافق على ذلك. طب ندعم موافقتنا دي بإيه؟ هقول إيه بقى؟ حيث أن عمر ابن الخطاب كتب لأهلها أمانا على أنفسهم وكنائسهم وأموالهم كما أمر الإسلام، من يدل على التسامح الديني. دليل تاريخي على صحة كل عبارة من ما يأتي: أعلن عمر ابن الخطاب إسلامه في مرحلة الدعوة الجهرية، حيث أسلم في السنة الخامسة من البعثة، وذلك في مرحلة الدعوة الجهرية. دلل: ظهرت شجاعة عمر ابن الخطاب أثناء الهجرة إلى يثرب، حيث إيه؟ حيث أعلن أمام قريش أنه مهاجر إلى يثرب فلم يستطع أحد منعه. دلل: نجح عمر ابن الخطاب في تنظيم الدولة الإسلامية، حيث أنشأ الدواوين ومنها ديوان بيت المال وديوان العطاء وديوان الجند، وأنشأ نظام الحسبة ووضع التقويم الهجري. دلل: كانت فتوحات المسلمين في عهد عمر ابن الخطاب استكمالا للفتوحات التي تمت في عهد أبي بكر الصديق. هقول حبيبي، حيث استكمل عمر ابن الخطاب الفتوحات التي بدأت في عهد الخليفة أبي بكر الصديق، وتم في عهده فتح بلاد الشام وفتح مصر وفتح العراق وبلاد فارس اللي هي إيران حاليا. حدد أوجه التشابه بين موقف كل من الخليفة عمر ابن الخطاب عندما فتح بيت المقدس وعمر ابن العاص عندما فتح مصر. موقف الخليفة عمر ابن الخطاب هقول: حيث أن عمر ابن الخطاب كتب لأهلها أمانا على أنفسهم وكنائسهم وأموالهم كما أمر الإسلام. أما عمر ابن العاص حيث آمن الأقباط على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم، ولم يكره أحدا على الدخول في الإسلام ليتعايش الجميع معا، في كل منهم له حقوقه وعليه واجباته. حدد أوجه التشابه بين معركة القادسية ومعركة نهاوند. هنقول إيه حبيبي؟ حيث أن كل منهما
اللي هي معركة القادسية ومعركة نهاوند كانت بين المسلمين ضد الفرس، كل منهما كانت بين المسلمين ضد الفرس. النقطة التانية انتهت بانتصار كل منهما، انتهت بانتصار المسلمين وهزيمة الفرس. النقطة التانية كل منهما انتهت بانتصار المسلمين وهزيمة الفرس. اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمر أن الله قد جعل الحق على لسانه وفي قلبه، ويدل ذلك على إيه؟ يدل ذلك على العدل. اهتم الخليفة عمر ابن الخطاب بتنظيم موارد الدولة واقتصادها، فأنشأ إيه؟ فأنشأ ديوان بيت المال. تغيرت تبعية مصر السياسية بعد فتح المسلمين مدينة إيه حبايبي؟ بعد فتح المسلمين لمدينة الأسكندرية. حدد مدى مصداقية كل عبارة من المأتي. قام عمرو بن العاص ببناء عاصمة جديدة لمصر. طبعا هنقول هنا إيه؟ العبارة صادقة. يبقى العبارة صادقة، حيث أنشأ عمر بن العاص عمرو بن العاص مدينة الفسطاط بعد فتح مصر عام 21 هجري بأمر من عمر بن الخطاب، وأصبحت أول عاصمة إسلامية لمصر. أثبت قرار فتح مصر قدرة الجيوش الإسلامية على القتال في جبهات متعددة. هقول إيه حبيبي؟ العبارة صادقة. الدليل على إن العبارة صادقة، حيث أن في عام 21 هجري تم فتح مصر ومغادرة القوات الرومانية منها في نفس العام الذي قامت فيه معركة نهاوند بالعراق، وانتصر المسلمين على الفرس وانتهت دولتهم اللي هي دولة مين؟ دولة الفرس. وبكده حبايبي نكون انتهينا من حل أسئلة درسنا النهاردة. أتمنى يا رب أن الفيديو يكون دخل عليكم بالفهم والنفع والسهولة واليسر، وأتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق والفلاح. ولو استفدت من الفيديو اضغط لايك وشير والاشتراك في القناة، وفعل زر الجرس لكل عشان يوصلكوا كل جديد بأمر الله. وألقاكم في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.